شكرا سيد الرئيس. سيد النائبة، في إطار الارتقاء وتحسين الربط الجوي الداخلي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لمختلف جهات المملكة، تم انطلاقا من سنة 2013 إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وبعض مجالس الجهات وأيضا الشركتين الوطنيتين لاثنين الخطوط الملكية والعربية للطيران بهدف تقديم دعم مالي لبعض الخطوط الجوية الداخلية. مكنت هذه الاتفاقيات من مضاعفة عدد المسافرين ما بين 2013 و 2019 قبل التوقف النجم عن الجائحة، حيث انتقل عدد المسافرين من 1.5 مليون إلى 3 ملايين مسافر سنة 2019، كما انتقل عدد الرحلات من 127 رحلة أسبوعية سنة 2013 إلى 219 سنة 2019. ولكن نظراً لمحدوديات الميزانية المخصصة لدعم النقل الجوي الداخلي على المستويين المركزي والجهوي، يجب اليوم إعادة النظر في نماذج الاتفاقيات مع الجهات من أجل تعزيز منظومات النقل الجوي الداخلي وتوفير شبكة ملائمة للخطوط الجوية الداخلية لربط الجهات بقطب مطار محمد الخامس الدولي وكذلك لربطها ما بينها. وشكراً.